بسم الله الرحمن الرحيم. يرحب فيكم شباب بالدرس الثاني من الإلكترونيات، وهو انتزاع الإلكترونات وتسريعها. بعد ما تعرفنا على طيوف الذرية وفهمنا أفكاره، طبعا ما حلينا مسائله، رح نتركها وظيفة لكم إن شاء الله. بعد درس أو درسين نرجع ننزل حل المسائل على شكل فيديو. بدنا الكل يشتغل ويتابع مسائل الإلكترونيات، أيضا مهمة وفيها أفكار هامة جدا، رح نتعرف عليها إن شاء الله من خلال الفيديوهات القادمة. إذا انتزاع الإلكترونات وتسريعها، السؤال الأول: ما المقصود بالإلكترون الحر؟ ولماذا لا يستطيع أن يغادر سطح المعدن من تلقاء ذاته؟ طبعاً نحن نعرف أنه المعادن بشكل عام تملك إلكترونات حرة، وهي سبب ناقلية للتيار الكهربائي. بس شو يعني إلكترون حر؟ هو حر من شو؟ فنحن نعرف إلكترون حر هو إلكترون خرج من ذرته، أي هو تحرر من ذرته ولكنه لم يتحرر من المعدن. إذا هو إلكترون حر خرج من ذرته، أي تحرر منها، ويتحرك عشوائيا بين ذرات المعدن بسرعة وسطية تزداد بزيادة درجة حرارة المعدن. إذا إلكترون حر هو إلكترون خرج من ذرته، لذلك سمي إلكترون حر، لكنه لم يغادر من سطح المعدن، فالمعدن الآن ينقل تيار كهربائي بسبب وفرة هائلة من الإلكترونات التي تتحرك عشوائيا بين ذراته. طيب لماذا لا يستطيع إلكترون طالما أنه خرج من ذرته، لماذا لا يستطيع أن يغادر المعدن؟ السبب على الشكل التالي: الإلكترون المتحرك هو يتحرك بين وين؟ بين الأيونات الموجبة والذرات الموجودة داخل المعدن. فعندما يتحرك هذا الإلكترون، هذا إلكترون حر يتحرك عشوائيا بين الذرات إلى آخره، فهو يخضع إلى قوى جذب من جميع الأيونات المحيطة به، وبالتالي محصلة القوى الجذب الكهربائي له صفر داخل المعدن. إذا الإلكترون هو متحرك صح، ولكنه في كل لحظة خاضع لجذب هاي الأيون، هذا الأيون، هاي الذرات التي فقدت إلكتروناتها تحولت إلى أيونات. فإذا هو لا يستطيع أن يتحرك بحرية، ولكن يخضع لجذب بكل لحظة بين ذرة أخرى. فإذا وصل إلكترون إلى سطح المعدن وحاول الخروج من سطح المعدن، لو شفنا هون لحنلاقي إنه قوى الجذب لحتكون الآن فقط نحو الأسفل، ما في قوى جذب لفوق، فقط لوين؟ نحو الأسفل، يعني نحو الداخل، بدل أسفل أصح نقول نحو الداخل. إذا كان إلكترون هون سيخضع لقوى جذب من قبل الأيونات الموجودة بالجهة الداخلية. إذن يخضع إلكترون الحر لقوى جذب كهربائية داخل المعدن، محصلتها معدومة تقريبا، لأنها ناتجة عن الأيونات المبعثرة حوله عشوائيا من جميع الجهات. فإذا وصل الإلكترون الحر إلى سطح المعدن وحاول الخروج من المعدن، فإنه يخضع لقوى جذب كهربائية فقط نحو داخل المعدن تمنعه وتشده نحو الداخل، تمنعه من الخروج. إذا لا يستطيع الإلكترون الحر مغادرة سطح المعدن لأنه عند السطح يخضع لقوى جذب كهربائية محصلتها ليست معدومة، محصلتها لوين؟ نحو داخل المعدن من قبل الأيونات الموجبة في الداخل تشده وتمنعه من الخروج. لذلك حتى يخرج الإلكترون من المعدن لا يستطيع من تلقاء نفسه، لابد من إعطائه طاقة، حدا يساعده ليخرج من هذا المعدن. وهذا طبعا يجعل المعدن متعادل كهربائيا، أي معدن نلمسه نرى أنه متعادل كهربائيا مع أنه فيه إلكترونات حرة لأنها لم تخرج منه، أي بقيت مجموع الشحنات الموجبة تساوي مجموع الشحنات السالبة فيه. الآن أنا بدي انتزع إلكترون من سطح المعدن، نريد انتزاع، درسنا الإلكترونات الحرة، بدي انتزع إلكترون من سطح المعدن وبعدين بدي أسرعه بعد ما انتزعه. إذا عرف نعطيه طاقة، هاي الطاقة بنسميها طاقة الانتزاع. إذا عرف طاقة الانتزاع للمعدن ولماذا تختلف قيمتها من معدن لآخر، ثم استنتج عبارة طاقة الانتزاع بشكل عام. إذا عرف طاقة الانتزاع، طاقة الانتزاع لأي معدن هي أدنى طاقة أو الطاقة الدنيا اللازم تقديمها لإلكترون حر لانتزاعه من سطح المعدن وإخراجه منه. أدنى طاقة لازم إعطائها لإلكترون حر لانتزاعه من المعدن وإخراجها أو إخراجه منه، تمام؟ هاي الطاقة اللي لازم تقديمها أدنى طاقة بسميها طاقة الانتزاع، وهي تختلف من معدن لآخر، تعتبر خاصية من خواص المعدن. يعني كل معدن يلزمه طاقة انتزاع خاصة به لكي ننتزع إلكترون حر من سطحه، كل معدن يلزمه طاقة خاصة به. طب لماذا تختلف قيمة طاقة الانتزاع من معدن لآخر؟ قال لأنها
تتعلق بمتحولات المعدن، بمتحولات المعدن نفسه. ما هي هذه المتحولات؟ عدد الذري لهذا المعدن، كثافة المعدن، ونوع الروابط بين ذراته. هاي الصفات ثلاثة أو متحولات ثلاثة بتأثر على سهولة انتزاع الإلكترونات من سطح المعدن أو صعوبتها. يعني مو أي معدن نسلط عليه أي طاقة ننتزع من الإلكترونات، لا، تختلف قيمة الطاقة المقدمة له اللي هنسميها WS، طاقة الانتزاع، إذن اللي هي WS من معدن لآخر. لذلك تعتبر طاقة الانتزاع خاصية مميزة لكل معدن، ونقيسها بوحدة الإلكترون فولت. إذا هي طاقة الانتزاع، إذا أدنى طاقة لازم إعطاها لهذا الإلكترون لإخراجه خارج سطح المعدن، لازم نعطيه طاقة بسميها طاقة الانتزاع. لهتعرف إذا أول شيء على قانون طاقة الانتزاع، ثم نتعرف على طرق انتزاع الإلكترون من سطح المعدن. أول شيء إذا استنتاج طاقة الانتزاع حسب تعريفها، إذا الطاقة لازم تقديمها الإلكترون، معناته أنا حتى انتزع إلكترون حر من سطح المعدن وأنقله مسافة صغيرة جدا DL من داخل المعدن إلى خارج المعدن، تمام؟ إذا انتزاع إلكترون حر من سطح المعدن ونقله مسافة صغيرة جدا خارج المعدن، يجب تقديم طاقة أكبر أو تساوي عمل القوى اللي عم تشده لوين؟ نحو داخل المعدن. أكبر أو تساوي، يجب تقديم طاقة أكبر أو تساوي عمل القوة الكهربائية التي تجذبه نحو داخل المعدن. طيب بالتالي احنا ناخذ الأدنى اللي هي المساوي له، فإي إس أو نسميها دبليو إس، طبعا دبليو إس يعني عمل الانتزاع، هاي هي طاقة الانتزاع، تساوي إف قوة بالانتقال، قوة بالانتقال. طبعا بدي ابذل قوة معاكسة لهي القوة، هاي قوة الجذب الكهربائية، أنا بدي ابذل قوة معاكسة لها فبسميها F بDL، قوة بانتقال. لكن يا شباب F هل هي القوة الكهربائية؟ معروفة إنه القوة الكهربائية شو تساوي؟ E ضرب E. بشكل عام قوة الكهربائية هي Q ضرب E. بشكل عام قوة الكهربائية، قوة الكهربائية هي الشحنة ضرب الحقل، شعاع الحقل. هذول الشعاعين مرتبطان خطيا، يعني أحدهما ينتج آخر بضربه بعدد. فإذا كان شحنة موجبة بتكون القوة مع الحقل، وإذا كان شحنة سالبة بتكون قوة بعكس الحقل. بما أنه عم بحكي الآن عن إلكترون، تمام، فالحقل الناتج بتكون لفوق، بتكون القوة لوين؟ لتحت، لأنه شحنات موجبة بيكون الحقل مبتعد عنها، هي أشعة الحقل الكهربائي، فالقوة الكهربائية بتكون لوين؟ جهتها بعكس الحقل. طيب معناته القوة بدل Q شو حناخد؟ E، صارت F تساوي EE، F تساوي E ضرب E شعاع الحقل. منعوض هون بصير F تساوي WS بدل E بدل F، E ضرب E ضرب DL. لكن احنا نعرف العلاقة بين الحقل وفرق الكمون، العلاقة بين الحقل وفرق الكمون U E تساوي U على D، E تساوي شدة الحقل الكهربائي تساوي فرق الكمون على البعد بين النقطتين. إذا فرق الكمون على البعد بيعطيني شدة الحقل الكهربائي، معناته U على D. معناته إذا بدي أنا U فبيطلع يساوي ED، U شو يساوي؟ ED. إذن E ضرب DL، E ضرب DL شو اللي هنسميها؟ اللي هنسميها US، كمون الانتزاع. إذا صار عندي ES يساوي WS وهي نفسها تساوي E بUS. طبعا أنا ممكن استنتجها على شكل سطر واحد، بس حبيت أوضح لكم كل خطوة شو هي موجودة فيها، تمام؟ إذا نعيد على السريع، ES هي نفسها WS، قوة بانتقال، بدلنا القوة ب EE، صارت E ضرب E ضرب DL، عوضنا بدل E ضرب DL فرق الكمون US، يعني صار عندي E بU. إذا حيث ES هي طاقة الانتزاع، WS هو عمل انتزاع، و E ما المقصود به هو الحقل الكهربائي المتولد عن الأيونات الموجبة الموجودة على سطح المعدن، و US يسمونه كمون الانتزاع، ويقصد به فرق الكمون بين داخل المعدن والسطح الخارجي للمعدن أو الوسط الخارجي. إذا هاي هي طاقة الانتزاع، وقلنا نقيسها بوحدة الإلكترون فولت. طبعا نشوف مسألة كيف نحول الإلكترون فولت إلى جول، وتختلف من معدن لآخر، أي لكل معدن كمون انتزاع خاص به، وبالتالي طاقة انتزاع خاص به. يعطيكم العافية شباب. الآن عندما يمتص الكترون حر
من سطح المعدن طاقة مقدمة لهم، قد تكون ضوء أو حرارة أو صدم. صف ما يحدث له في الحالات التالية: ممكن يكون طاقة المقدمة له أصغر من طاقة الانتزاع، شو بصير؟ ممكن يكون مساوي لطاقة الانتزاع، ممكن تكون أكبر من طاقة الانتزاع. هذا السؤال مهم جدا، رح يفيدنا كثير بالدرس الدروس القادمة، وبالأخص بدرس الفعل الكهربائي. إذا الإلكترون عندما يسقط عليه ضوء أو طاقة معينة، هاي الطاقة المقدمة E، هذا الإلكترون وله طاقة انتزاع ES لهذا المعدن، ويمتص الإلكترون هذه الطاقة. فقدامنا ثلاث احتمالات: يا بتكون طاقة المقدمة أصغر من طاقة الانتزاع، أو تساويها، أو أكبر منها. نبدأ بالحالة الأولى. إذا كانت الطاقة المقدمة تساوي طاقة أصغر من طاقة الانتزاع، شو بنقول بالحالة هاي؟ الحالة الأولى، إذا E أصغر من ES، تزداد طاقة حركية الإلكترون، تزداد الطاقة حركية الإلكترون، إذا تزداد الطاقة الحركية للإلكترون، لكنه لا يتحرر من المعدن، يبقى منجذبا نحو الداخل. إذا الطاقة اللي اجته غير كافية لتحريره من المعدن. إذا الطاقة اللي اجته أصغر من طاقة الانتزاع، لا يخرج، بيضوج، يتحرك، بيزيد طاقته الحركية، لكن لا يستطيع أن يغادر سطح المعدن. يعني لو تخيلنا بأسلوب آخر المعدن بهذا الشكل، كأن الإلكترون ضمن عتبة، هذا هو الإلكترون، هذا الحد الأدنى هي طاقة الانتزاع، الحد الأدنى هي طاقة الانتزاع. يعني هو لما اجته طاقة مقدمة له لا تستطيع إخراجه، هي تشبيه من الحفرة، هي هو يبقى حبيسا ضمن هذه الحفرة أو ضمن هذه الطاقة، ضمن أسر الشبكة المعدنية له، إذا لا يتحرر. لو جبنا طاقة أكبر، كانت الطاقة تساوي تماماً طاقة الانتزاع، إذا الطاقة المقدمة تساوي تماماً طاقة الانتزاع، يصعد الإلكترون، يمتلك طاقة بتوصله للسطح على الحد تماماً، أي منقول يتحرر. يعني قوى اللي مشده، طبقنا قوة معاكسة، تحرر من المعدن، لكنه لم يبتعد عنه، إذن يعني طاقته حركية صفر. إذن نقول يتحرر من المعدن دون امتلاكه طاقة حركية، أي يبقى على السطح. فين تخيلوا بالشكل هذا، وبالتالي طاقته حركية شو تساوي لخروجه؟ صفر. وبالتالي شو استفدنا؟ لا استفدنا ممكن أي جسم آخر طاقة تساعده، يعني مثلا لو كان في صفيحة موجبة قدامه ممكن تجذبه، أما قبل ما تجيه الطاقة هي لا يمكن أن تجذبه. إذا جذب أي جسم مشحون موجب ممكن يجذب إلكترون ويبعده ويسرعه طالما أنه تحرر. إذا هو تحرر من المعدن لكن لم يستطع أن يغادر سطح المعدن، بقي على السطح. الحالة الثالثة بقى، اللي هي لو كان طاقة الإلكترون أو طاقة المقدمة له أكبر من طاقة الانتزاع. إذا كان طاقة المقدمة له أكبر من طاقة الانتزاع، شو بصير فيه؟ بالحالة هاي إذا الطاقة المقدمة أكبر من طاقة الانتزاع، سيخرج الإلكترون ويبتعد عن المعدن، يبتعد عن المعدن. ليه؟ لأنه صار معه طاقة أكبر من طاقة انتزاع، أي سيأخذ طاقة جزء منها يصرفه لخروجه من المعدن، والباقي يكتسبه على شكل طاقة حركية يبتعد بها من سطح المعدن، على شكل طاقة حركية يبتعد بها عن سطح المعدن. فلو أجينا الآن خلينا نحكي عن الحالة الثالثة، إذا الحالة الأولى لا يتحرر، الحالة الثانية يتحرر ولكن دون أن يخرج من سطح المعدن، الحالة الثالثة إذا كانت ثلاثة، إذا كان الطاقة المقدمة له أكبر من طاقة الانتزاع، نقول يتحرر من سطح المعدن ويبتعد عنه بطاقة حركية عظمى. فيني أحسب أنها الطاقة العظمى. شو الطاقة العظمى؟ EK ماكس العظمى هي عبارة عن طاقة المقدمة له كاملة مطروح منها طاقة الانتزاع. يعني مثلا إذا كان طاقة الانتزاع 10 وجدت طاقة 30، فلح يروح جزء منها 10 ويزيد معه 20، فهي الطاقة العظمى EK ماكس. لكن الطاقة العظمى هي نصف M بV مربع تساوي E ناقص ES. فلو حبيت لك أحسب لي السرعة العظمى
لخروجه الفي ماكس لخروجه من المعدن نقول له بالحالة هي هي عبارة عن E ناقص ES مضروب باثنين على M والكل تحت الجذر. إذا نعزل V بصير 2 E ناقص E صفر مضروبا باثنين على شو؟ على M اللي هي كتلة الإلكترون. هاي هي السرعة العظمى لخروج الإلكترون من سطح المعدن. السرعة العظمى لخروج الإلكترون من سطح المعدن. إذا هاي المناقشة كتير هامة، إذا واحد شوفها بدروسنا الجاي. إذا إلكترون نعيد على السريع، عندما يمتص طاقة مقدمة له أيا كان نوع الطاقة، حرارة، ضوء، صدم، فدائما ثلاث احتمالات. احتمال أول يكون طاقة المقدمة أصغر من طاقة الانتزاع، بتسبب زيادة سرعة الإلكترون دون أن يخرج، يبقى حبيسا في الشبكة المعدنية لا يستطيع أن يبقى إلى الخروج. إذا كانت الطاقة المقدمة تساوي تماما طاقة الانتزاع بتوصله لحافة الحفرة هي على سطح المعدن تماما، بنقول تحرر ولكن لم يبتعد فعليا، يعني إذا ما حدا ساعده ممكن تلقائيا يرجع ينجذب نحو داخل المعدن، فلازم حدا يساعده لحتى يخرج، وإلا تحرر من أسر المعدن ولكن بقي على السطح، يعني طاقته حركية صفر. أما الحالة الثالثة وهي فعليا إذا أنا بدي انتزعه فعليا وأتأكد أنه ابتعد عن المعدن، لازم يكون الطاقة المقدمة له أكبر تماما من طاقة الانتزاع، وبالتالي يخرج من المعدن ويبتعد بطاقة حركية. ليش أقول عظمى؟ لأنه أثناء خروجه ممكن يصدم ببعض الإلكترونات فما بيكون معه نفس السرعة، يعني مو كل الإلكترونات تخرج من المعدن بنفس السرعة. نحن بنحكي العظمى يعني إذا أخذ الطاقة كاملة وخرج دون أن يصدم بأي إلكترون آخر، عندئذ بنسميها العظمى. نحن ما فينا نحسب إلا العظمى، تمام؟ EK هي E المقدمة كاملة مطروح منها طاقة الانتزاع، يعني نص MV مربع إذا بده السرعة العظمى. نعزل V max بصير 2 E ناقص ES على ME والكل تحت الجذر. ممتاز. الآن بعد ما تعرفنا إذا طاقة الانتزاع وكيف يتم فعليا انتزاع الكترون، أن نقدم له طاقة أكبر من طاقة الانتزاع، بالحالة هي ما هي طرق انتزاع؟ نتعرف بقى شو الطاقة، شو أنواع الطاقة التي نسلطها على الإلكترون الحر لنقله من المعدن إلى خارج المعدن. ما هي أنواع الطاقة؟ إذا عدد طرق انتزاع الإلكترون الحر من سطح المعدن. في عنا طبعا ثلاثة أنواع من الطاقات أو ثلاث طرق لانتزاع الإلكترون الحر من المعدن. أول طريقة نسميها الفعل الكهربائي، طبعا عليها بحث كامل، والفعل الكهرحراري أيضا نفس الشيء، ومفعول الحد أيضا عليها درس لوحده. شو يعني الفعل الكهربائي؟ كلمة الكهربائي من اسمها دائما الكهربائي، يعني الحصول على الكهرباء من الضوء، الحصول على الكهرباء من الضوء. أنا لما بنتزع إلكترونات عن طريق الضوء نسلط على المعدن ضوء مناسب طاقته أكبر من طاقة الانتزاع، فهذا الإلكترون عندئذ يخرج خارج المعدن. نسمي هذه العملية الفعل الكهربائي. إذا هي انتزاع الإلكترون الحر من سطح المعدن بتعريضه لإشعاع ضوئي أو كهرطيسي مناسب. شو يعني مناسب؟ يعني طاقته أكبر من طاقة الانتزاع، وهي بنشوفها بالخلايا الشمسية. إذا هذا اسمه الفعل الكهربائي، يعني حصول على الكهرباء من الضوء. طبعا مجرد ما طلعنا الكترون صار فينا نحركه، وبالتالي فينا نولد منه تيارات، تيار كهربائي. ايضا الطريقه الثانيه هي الفعل الكهرحراري، يعني شو واضح من اسمها؟ الكهرباء من الحراره، يعني بالتسخين. اذا هي ان نسخن المعدن اما بامرار تيار كهربائي فيه غالبا، او بتسخين بطريقه معينه بحراره معينه، لا بسخن المعدن. شو بصير؟ تزداد سرعه الالكترونات، قلنا الالكترونات الحره تزداد حركتها عشوائيه بزيادة درجة حرارة المعدن، فكل ما رفعنا حرارة المعدن أكثر أكثر بزيد حركة الإلكترونات أكثر، مما يكسب بعضها طاقة حركية كافية لتخرج من سطح المعدن. طبعا إذا كانت الظروف مناسبة. شو يعني الظروف مناسبة؟ لازم يكون اكتسب طاقة أكبر من طاقة الانتزاع، وكان جهة حركته خارج المعدن ولم يصطدم بغيره أثناء خروجه، عندئذ يخرج. وإلا لو كان بهالبساطة كان مجرد ما سخن المعدن كل شيء إلكترونات حرة طارت فيه. إذا في احتمالية طبعا لبعض الإلكترونات أن يواتيها الحظ وتواتيها الظروف لتخرج من المعدن. إذا نعيد، الفعل الكهرحراري الحصول على الكهرباء من الحرارة، يعني انتزاع الإلكترونات بالحرارة،
ماذا يحدث لما بسخن المعدن لدرجة حرارة معينة؟ تبدأ الإلكترونات بالحركة بسرعة أكبر، يزداد الهيجان الحراري، حركة عشوائية، تزداد طاقة حركية الإلكترونات، مما يكسب بعضها طاقة أكبر من طاقة انتزاع، فتخرج من سطح المعدن إن كانت جهة حركتها نحو خارج المعدن ولم تصطدم بغيرها أثناء خروجها. هاي إذن الفعل الكهربائي، هاي الفعل الكهربائي. مفعول الحت شو هذا؟ مفعول الحت هي الطريقة الثالثة، إنه أنا صلت على المعدن، هذا هو المعدن، صلت عليه جسيمات، هذه الجسيمات قد تكون إلكترونات أو غالبا هتكون هي أيونات، إلكترونات أو أيونات موجبة منسرعها بسرعة كبيرة لتصطدم بسطح المعدن. إذا هاي الإلكترونات أو الأيونات بشكل عام، أيونات موجبة غالبا منسرعها بسرعة كبيرة عن طريق الحقل الكهربائي، هلا حنشوف كيف، نحو المعدن. لما بتصطدم هذه الأيونات السريعة، الجسيمات السريعة بسطح المعدن، تستطيع أن تقتلع بعض من إلكتروناته إن اكتسب الإلكترون طاقة كافية أكبر من طاقة الانتزاع. إذا الطريقة الثالثة نسميها مفعول الحت، يعني الصدم مع سطح المعدن بيسبب اقتلاع إلكترونات حرة من سطح المعدن عن طريق اكتساب الإلكترون الذي صدمته أو صدمه الجسيم السريع، اكتساب جزء من طاقته كافية ليخرج من المعدن. إذا عندي ثلاث طرق رح نناقشها بالتفصيل بكل حالة من الحالات بدرس كامل مستقل، اللي هو الفعل الكهربائي والفعل الكهربائي ومفعول الحت. طبعا قبل ما نبدأ بتفصيل كل واحدة منهم بدنا ناخذ شيء اسمه تسريع الإلكترونات. إذا الآن تعرفنا كيف ننتزع الإلكترون، الآن بدنا ناخذ كيف نسرع الإلكترون. طب أنا ليش بدي أسرع الإلكترون؟ الإلكترونات التي تخرج من المعدن رح تكون سرعتها غالبا بطيئة، ما معها السرعة الكبيرة، لذلك أنا مشان ما ترجع للمعدن وبعدها على المعدن لازم سرعها. كيف يتم تسريع الإلكترونات؟ يتم تسريع الإلكترونات بحقل كهربائي. بحقل شو؟ كهربائي. إذا نبدأ بنفهم الفكرة هي، تأثير حقل كهربائي منتظم على إلكترون ساكن. إذا نأخذ مكثفة مستوية مشحونة. شو يعني مشحونة؟ موصولة إلى فرق كومون يو بين لبسيها، فأحد لبسين يصبح موجب والآخر يصبح شو؟ سالب. طبعا ينشأ بين اللبسين حقل كهربائي. هذا حقل كهربائي رح نشوف شو صفاته. إذا قال لك هنفرض أنه عندي إلكترون ساكن وضعته في نافذة في اللبوس في اللبوس السالب. إلكترون سالب وضعناه أكيد، وين؟ ساكنا في نافذة في اللبوس مين؟ السالب. المطلوب الآن أول سؤال، صف أو ما هي صفة الحقل الكهربائي الساكن المتولد بين اللبسين؟ نحن نعرف شباب أهم صفة بالحقل الكهربائي أنه يتجه دوما من الموجب إلى السالب، فبالتالي أنا حصير عندي خطوط الحقل بهذا الشكل، من الموجب لوين؟ إلى السالب. إذا هاي خطوط الحقل الكهربائي، وبالتالي نرى أن الحقل رح يكون حقل منتظم، يعني ثابت حاملا وجهة وشدة. إذا ما صفة الحقل الكهربائي الساكن بين اللبوسين؟ هو حقل كهربائي منتظم. ما عناصر شعاع الحقل؟ حامله يعامد اللبوسين، جهته كشعاع من الموجب إلى السالب، جهته كشعاع من الموجب إلى السالب. شدته، بفرضنا البعد بين اللبوسين دي، إذا عناصر الحقل، إذا جواب السؤال قلنا أول شيء الحقل شو نوعه؟ الحقل الكهربائي الساكن منتظم، هاي صفته أنه منتظم. عناصر شعاع الحقل، حامله يعامد اللبوسين، جهته من اللبوس الموجب إلى اللبوس السالب، للموجب إلى السالب. شدته، طبعا الشدة ما بنعرف بنشيل الشعاع، شدته E هي تساوي U على D، E تساوي U على D. مين U؟ فرق الكمون بين اللبوسين، ودي هو البعد بين اللبوسين، معناته هذا فولت وهذا البعد متر، معناته واحد الحقل فولت بمتر أثناء أس واحد. إذ هاي شدته.
إذن الحقل الكهربائي منتظم، حامله يعامد لبوسين، جهته من الموجب إلى السالب، شدته E U على D. U على D. الآن بدنا الإلكترون اللي وضعناه بين اللابوس السالب، ما الذي سيحصل له؟ سيخضع لقوة كهربائية. أي شحنة إذا وضعت ضمن حقل الكهربائي ستضع، حكيناها بشوي، لقوة كهربائية. هذه القوة الكهربائية جهتها هل هي مع الحقل أم بعكس الحقل؟ بعكس الحقل أم مع الحقل؟ قلنا قبل شوي أنه إذا شحنة سالبة بتكون جهة حركتها أو القوة المؤثرة عليها بعكس الحقل، F كهربائية بعكس جهة مين؟ الحقل. وبالتالي سيخضع الإلكترون لقوة كهربائية أيضا ثابتة، ولكن لها نفس حامل الحقل وتعاكسه بالجهة، أي تتجه من الموجب لوين؟ من السالب إلى الموجب. أكيد الشحنة السالبة رح تنجذب لوين؟ نحو الموجب. الآن شو بده؟ ما هي عناصر هذه القوة؟ شو عناصر القوة الكهربائية F؟ حاملها هو نفسه حامل مين؟ حامل E. شو عن الحقل؟ يعني عمودي على لبوسين، جهتها بعكس جهة شعاع الحقل E، أي من السالب إلى الموجب، من السالب إلى الموجب. أما شدتها فالقوة الكهربائية F تساوي بدل كيو E نقول E ضرب E، هاي هي شدة القوة الكهربائية. طيب إذن الآن تعرفنا على صفة الحقل الكهربائي بين اللابوسين، دائما منتظم، كيف عناصره، وتعرفنا على القوة الكهربائية التي تخضع لها إلكترون، دائما إلكترون يخضع لقوة ثابتة لها حامل الحقل وتعاكسه بالجهة، وشدتها EE، F تساوي E ضرب E. الآن بدي استنتج، نستنتج مع بعض طبيعة حركة الإلكترون داخل الحقل، ثم نستنتج علاقة سرعته عندما سيخرج من الطرف الثاني، باعتبار أن سرعته كانت في الابتدائية شو تساوي؟ صفر. سرعة الابتدائية كانت معدومة. بدي استنتج سرعته لما حصل لهون ويغادر اللبوس الموجب. طبعا احنا بالميكانيك معروف دائما حتى اعرف طبيعة الحركة لازم احصل على التسارع. التسارع هو بدلني دائما على طبيعة الحركة. اذا نبدأ بالدراسة عادية لحركة الالكترون داخل الحقل. اذا بنقول الفكرة الثالثة، اذا اول واحد هي الثاني، ثالث شو بدنا؟ استنتاج طبيعة حركة مين؟ الإلكترون داخل الحقل. طيب نقول له مثل عادة جملة المقارنة خارجية، يعني مراقب خارجي، أنا مراقب إلكترون. الجملة المدروسة الإلكترون، لكن بإهمال ثقله، بإهمال ثقله. دائما كل مسائلنا نهمل ثقل الإلكترون لصغره، يعني قوة جذب أرضه، يعني الإلكترون إذا تحرك حيظل ماشي أفقيا، ما لح ينزل هيك لتحت لتأثير ثقله، لأن ثقله مهمل. طبعا إذا ثقله مهمل لا يعني أنه ما له كتلة، له كتلة، ولكن قوة جذب الأرض له صغيرة جدا تهمل. الجملة مدروسة إلكترون. القوى الخارجية المؤثرة هي فقط القوة الكهربائية اللي حكينا عنها بشوي، F تساوي EE، لها حامل الحقل أو حامل شعاع الحقل، أدق والحامل شعاع الحقل، وتعاكسه بالجهة، وتعاكسه بالجهة. طيب نأخذ علاقة أساسية في التحريك الانسحابي، نأخذ العلاقة الأساسية في التحريك الانسحابي، سيجما F تساوي MBA. مين سيجما F؟ يعني F كهربائية. F كهربائية تساوي EE وتساوي MBA. نعزل A اللي قلنا عليه هو التسارع، بيصير E على MBE، تمام؟ وهذا الكلام هو ثابت لأن الحقل منتظم والشحنة ثابتة وكتلة الإلكترون ثابتة. بما أنه طلع معنا التسارع ثابت شباب، بما أن السرعة الابتدائية معدومة بالتالي والتسارع ثابت، هاي من أساسيات الميكانيك، إذا السرعة معدومة الابتدائية كانت معدومة والتسارع ثابت، إذا حركة الإلكترون داخل الحقل
مستقيمة متسارعة بانتظام. تسارع ثابت، متسارعة بانتظام. بدنا نحسب التسارع بالإسقاط، نحسب قيمة التسارع بالإسقاط على محور أفقي له حامل وجهة الحركة. وجهة الحركة هسميه او اكس مثلا. شو بصير المسقط؟ بصير A يساوي E على M. طبعا الـ E قلنا قبل شوي هو U على D، يعني بصير E بيو على MD. هذا هو التسارع. طبعا إذا قال لي احسب التسارع بعوض العلاقة هي، بعوض كل شيء بقيمته، يكون معي M ومعي البعد بين اللبسين ومعي الكتلة. بما أنه حركة مستقيمة متسارعة بانتظام نطبق علاقة خالية من الزمن. إذا حساب سرعة خروجه من اللبوس الموجب، ناخذ علاقة V مربع ناقص V صفر مربع يساوي 2A X ناقص X صفر. هي معروفة علاقة خالية من الزمن، أو فينا نسميها هي كلها D اللي هو البعد بين اللبوسين. يعني بصير عندي V مربع هي راحت صفر يساوي 2A ضرب D. إذا V تساوي تحت جذر 2A ضرب D. لكن مين هو الـA؟ قلنا هو 2E بيو على MD ضرب D. تروح هي مع هي بضل معنا تحت جذر 2E بيو على M، وهي سرعة خروج الإلكترون من اللبوس الموجب. واضح من هذه العلاقة أن السرعة يمكن زيادتها بزيادة فرق الكمون. كل ما زدنا اليو فرق الكمون بين اللبوسين نستطيع أن نحصل على سرعة خروجها بشكل أكبر. إذن استفدنا من هذه الفكرة أنه قدرنا نسرع الإلكترون بوضعه ضمن حقل الكهربائي، يعني بتطبيق فرق الكمون. تمام؟ فلو فرضنا أنه هذا هو المعدن الذي يخرج منه الإلكترونات، تخرج منه الإلكترونات، نسلط على هذا المعدن حقل الكهربائي بجهته فنبعد الإلكترونات المنتزعة منه ونسرعها بهذا الشكل. إذا الحقل الكهربائي يسبب تسريع الشحنات أو الإلكترونات بشكل عام. طبعا والسرعة مثل ما شفنا 2A بيو هي تتناسب طردا مع جذر اليو، أي كلما زدنا فرق الكمون نحصل على سرعة أكبر. ممكن طبعا نحسب السرعة بطريقة تانية إذا طلب مني فقط حساب السرعة، ما بده طبيعة الحركة، وهي طريقة معروفة جدا ورائعة، هي طريقة نظرية الطاقة الحركية. بنطبق نظرية الطاقة الحركية على الإلكترون بين وضعين. الأول عند اللبوس السالب كان سرعته صفر، والثاني عند اللبوس الموجب بسرعة V. دلتا EK تساوي مجموع أعمال القوى الخارجية من 1 إلى 2. دلتا EK شو يعني؟ EK 2 ناقص EK 1 يساوي عمل القوى الكهربائية، ما في غيرها. طيب EK 2 من هي؟ نص M بV مربع، و EK 1 صفر إنه كان سرعته معدومة. ضل عندي القوى الكهربائية، شو قانونها؟ هي أصل F ضرب مين؟ ضرب D. والF قلنا شو هو قانون F؟ F إذن F كهربائية، يعني صار عندي نصف M بV مربع تساوي F هي عبارة عن E ضرب D، E D هي U، يعني بصير عندي E بU. من هون نعزل V بصير عندك 2E بU على M والكل تحت جذر. هذا قانون نفس القانون حصلنا عليه بس بطريقة مختصرة جدا وبدون أن نعرف أو ندرس الحركة. إذن هذا موضوع تسريع الإلكترون ساكن بحقل الكهربائي، في تطبيق عن مسألة عنه، مسألة أولى بالدرس ممكن تجربوا فيها، بس نفس العلاقات بس منعوض فيها بالأرقام، وضروري نجربها ونحفظها لأنه هي مسألة هامة وبسيطة أساسية بدروسنا الجاي. ويعطيكم العافية شباب. الآن احنا ناخذ تأثير حقل الكهربائي منتظم على الإلكترون، لكن ليس ساكنا وإنما يدخل إلى الحقل بسرعة ابتدائية V صفر معامدة لخطوط الحقل. يعني هاخد أنا مكثف الآن أفقية لبوسها أفقيان، وبالتالي بيكون خطوط حقل شاقولية نحو الأسفل من الموجب إلى السالب. الكترون سنقذف حزمة من إلكترونات أفقية لتمر بين اللبوسين الأفقيين،
وبالتالي سيخضع الإلكترون عند دخوله إلى الحقل لقوة كهربائية مثل ما حكينا. القوة الكهربائية اتفقنا أنه تعاكس الحقل، الحقل لتحت هي لفوق. طيب الإلكترون الآن كان ماشي بسرعة ابتدائية، سيخضع مباشرة لقوة كهربائية. بدنا نشوف شو مسار الإلكترون، شو طبيعة حركته، شو معادلة حامل المسار في هذه الحركة. تمام، هي تشبه مسائل القذف، كأنه عندي سرعة ابتدائية وخضعت لقوة ثابتة، فسيصبح مساره كما سنرى قوس من قطع مكافئ بهذا الشكل. الإلكترون بكل لحظة رح يكون خاضع لقوة، أمشد لوين؟ نحو الأعلى، وهذه القوة ثابتة تكسبه تسارعا ثابتا، ونحن نعرف أن التسارع بيكون له حامل وجهة مين؟ محصلة القوى، يعني التسارع رح يكون مع المحور Y والسرعة البدائية كانت مع المحور X. نبدأ بدراسة عادية. إذن المطلوب واحد، طبيعة حركة الإلكترون داخل الحقل. طيب نقول له مثل عادي جملة المقارنة خارجية، يعني مراقب خارجي، الجملة المدروسة الإلكترون. مثل عادي قلنا الإلكترون دائما مهمل الثقل، ثقله مهمل لصغره. يخضع الإلكترون فقط لمين؟ لقوة كهربائية ثابتة اللي هي F تساوي EE، لها حامل شعاع الحقل، شعاع الحقل E، وتعاكسه بالجهة، نفس البداية تبع السؤال قبله تماما. سيجما F أيضا نفس الكلام يساوي MBR، يعني F كهربائية يلي هي EE تساوي MBR. نعزل A بصير EE على M ويساوي ثابت. بما أن التسارع ثابت لكن الآن السرعة الابتدائية ليست معدومة، التسارع ثابت لكن السرعة الابتدائية ليست معدومة، هل السرعة الابتدائية منطبقة على التسارع؟ لا، تصنع زاوية 90 معهم. وبالتالي بما أن السرعة الابتدائية ليست منطبقة على حامل التسارع أو حامل محصلة القوى، فالحركة هتكون منحنية مستوية متغيرة. إذا نقول له بما أن حامل V صفر لا ينطبق على حامل A أو محصلة القوى F، فالحركة منحنية مستوية متغيرة. طب أنا كيف بدي أدرس هيك حركة؟ هذا بذكرنا بالقذائف. هون بالحال هي بدي أجزئ الحركة لحركتين، حركة على محور X وحركة على محور Y. إذن ندرس الحركة على المحورين المتعامدين OX أفقي وواي شاقولي. قبل ما نبدأ بالدراسة لازم نقول باعتبار مبدأ الزمن، يعني أنا وين تقيس الزمن؟ هي لحظة دخول الإلكترون إلى الحقل، أول ما دخل إلى الحقل هي بدأ الزمن. ومبدأ الفواصل هي بداية الحقل، إذن بداية الحقل يعني أول ما دخل نقطة دخول الإلكترون إلى الحقل. طيب نقطة دخوله إلى الحقل. طيب وبالتالي هذا يعني أنه في اللحظة T صفر كانت X صفر تساوي Y صفر تساوي صفر، يعني انطلقنا من مبدأ أحداثيات، يعني هون O هون مبدأ أحداثيات، أنا انطلقت من O هون مبدأ الأحداثيات مبدأ الفواصل. أما السرعة الابتدائية شو مسقطها على X شو مسقطها على Y كمان ضروري. هلأ طلعوا السرعة الابتدائية وين منطبقة؟ على X. بما أنها منطبقة على X معناته مسقطها على X هي نفسها، أما مسقطها على الواي فهي صفر لأنها تعامد الواي، معناته في اكس هي نفسها في صفر وفي صفر واي تساوي صفر. الآن بإسقاط التسارع على او اكس، التسارع وين اتفقنا؟ منطبق مع الاف، هي التسارع هو والاف بكل لحظة بجهة واحدة، الآ والاف بجهة واحدة، شو مسقطه على الاكس؟ صفر لأنه عمودي على الاكس، معناته بنقول A على الـ X A X يساوي صفر.
إذا التسارع معدوم معدو في إكس تساوي ثابت، وإذا السرعة ثابتة شنو الحركة؟ الحركة وفق أو إكس مستقيمة منتظمة تابع فاصلتها في تي زائد إكس صفر. لكن عرفنا أنه إكس صفر صفر، يعني ضل إكس يساوي فقط في تي في إكس، يعني مين في إكس؟ هي نفسها في صفر تي. هاي علاقة نسميها رقم اثنين، وهي علاقة ممكن نسميها رقم واحد. الآن بإسقاط التسارع أو العلاقة واحد التسارع على أو واي، على المحور أو واي، مسقط التسارع A واي هو نفسه A ويساوي E E على M ويساوي ثابت. تسارع الواي طلع ثابت، هذا يعني أن حركة المسقط على أو واي مستقيمة متسارعة بانتظام. طبعا ليش متسارعة؟ أن السرعة البدائية على الواي كان صفر. طيب شو تابع فاصلتها؟ تابع فاصلتها على الواي يساوي، إذا عندك واي تساوي نصف اي واي بتي مربع زائد في صفر واي، في صفر واي ضرب تي زائد واي صفر. لكن هاي صفر وهي صفر بروحوا، بضل عندي فقط واي يساوي نصف الاي واي. من هو هذا؟ هو نصف اي اي على ام والكل بتي مربع. هاي علاقة حسميها رقم ثلاثة. طلع عندي اخر شيء، اذا عرفنا انه الحركة، معادلة حامل المسار. بيقول لي استنتج معادلة حامل المسار، يعني معادلة هالخط المنحني اللي يتحرك عليه الالكترون. معادلة حامل المسار نحصل عليها بحذف الزمن بين X و Y. يعني بدي علاقة ما فيها زمن. منين تجيبها؟ في عندي الـ X فيها زمن والـ Y فيها زمن. نطلع الزمن بدلالة X، إذا من 2 بيطلع معنا T تساوي، نقسم T بصير X على V صفر، ونعوض في 3. نعوض في 3، شو بصير نعوض في 3؟ هاي هي 3، بصير معنا Y تساوي نصف E بE على M، بدل T مربع شو اكتب؟ X مربع على V صفر مربع. بنصلح علاقة شوي، بصير معي نصف E، طبعا E هي U على D، يعني بصير U على M D بV صفر مربع، والكل مضروب بمين؟ بX مربع. طبعا هدول بيطلعوا بالنص كلهم ثوابت عددية، وإذا Y بدأت X مربع، وهي معادلة قطع مكافئ. هاي المعادلة مثل ما هو معروف، إذا كان أحد التابعين درجة أولى والآخر درجة تانية نسميها معادلة قطع مكافئ، والمسار جزء منه. لذلك هاي المعادلة بتعطيني كامل قطع، أما الآن أنا عندي مسار جزء منه، فنسمي هاي المعادلة معادلة حامل المسار وليس معادلة المسار. شباب بالنسبة لإذن دروسنا خلص الدرس الثاني، ضل عنا حل مسائله مثل ما حكينا، مسائل الدرس الأول والثاني وظيفة بتمنى الجميع يشتغل فيها ويرجع يحضر الدرس ويفهم منيح، وبتمنى الجميع يشتغل بإيده. هدول مسائل بدون استنتاج، بسيطة جدا، نفس حرفيا، بس آخر شيء منعوض بالعلاقات الرياضية، بدل U بدل M بدل D، ما بدها أي شيء. يعني إلكترونيات فيها شوية نظري، لكن فيها مسائل أيضا ومسائلها بسيطة، كم قانون بسيط ونوجد الحل بسهولة. لكن بدنا إذن نحفظ النظري وركز عليه منيح. أنا كتبت لكم أسئلة وأجوبة مشان ساعدنا على حفظ الأسئلة وأجوبتها بسهولة إن شاء الله. نواصل معكم إن شاء الله الدروس القادمة، الدرس اللي بعده، ونتمنى نلقاكم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله.